الخريجون المتقدمون على تعيينات وزارة التربية يواصلون احتجاجاتهم، فقد نظم العشرات منهم تظاهرة حاشدة أمام قسم تربية الدجيل للمطالبة بإنصافهم وإعادة قرعة التعيينات التي شابتها الكثير من علامات الاستفهام. حاضر في مدرسة أضواء العلم، أنا محاضر من 2011 لحد هذا اليوم، طلعت الأسماء بالتعيينات ما طلع اسمي، وطلعت هسه وجبة مال العقود، وهم ما طلع اسمنا أسماء جدد ما محاضرين ولا داخلين مدارس طلعت أسماءهم، وإحنا صار لنا من 2011 لليوم محاضرين ولا واحد من عندنا طلع، وكلها هذه الأسماء تزويد. ظلم كذلك من قبل الوزارة أيضا. هاي نقطة، نقطة من بصفة عامة اللي احنا جاي نتحدث عنها، خاصة الإجراء القانوني اللي اتخذه من هنا لجان العقود الإدارية. هاي عقود وهمية، مجرد هو حبر على ورق، ماكو إجراء. الموجود اللي تعسوا فيه تم إجراء قانوني كذلك بالنسبة للجنة الموجودة اللي هو ايش اتخذوا به؟ اتخذوا به أيضا هناك لجنة تحقيقية ليلا، وين اكو لجنة تحقيقية ليلا من 11 بالليل للوحدة بالليل؟ هاي يا لجنة اللي جاي تحدثون عليها، يا لجنة اللي اتخذوها، يا أسماء اللي رفعت، اكو أسماء رفعوها كذلك علما وزارة التعليم، أبو التربية مدير التربية يقول أنا ما يهم أي شيء، مدير التربية هنا بالنسبة للقضاء الدجيل يقول مو يهم الموضوع، لعد من راح نحدث؟ المحاضرون المجانيون الذين كان لهم الدور الأكبر في رفض المدارس بكافة الاختصاصات وسد النقص فيها، إلا أنهم الشريحة الأكثر تضررا من إجراءات وزارة التربية بعدما كانت لهم الأولوية بالتعيين لما قدموه من عطاء في السنوات الماضية. ترى المحاضرين المستحقين اللي صار 10 سنين وخمسة وستة ما حد طلع، قليل طلعوا اللي ما مستلمين حتى وثائق، حتى وثائق، وثائق بعدهم متخرجين هاي السنة. والله العظيم اذا اكو انصاف انصفوا ابناء الدجيل، بس ماكو انصاف. انا اناشد التربيه، اناشد وزاره التربيه، اناشد رئاسة الوزراء تنصف ابناء الدجيل. معلمه مالت انجليزي، هاي المعلمه وحيده وعدها امر ومنحه المليون استلمتها، ومن العام واول عام، وايضا ما طلعت الاسماء، وطلعت اسماء جديده، طلعت اسماء جديده خريجين هاي موجوده القوائم، واللجنه ما اشتغلت ولا افترت خلاص، واني مسؤول على هالكلام. هذا مالتي تقدرون تشوفون وتقدرون تسالون المدارس البرة خصوصا. انا اسولف لك على قاطع الشيخ جميل ومدراء المدارس، احنا موجودين، اللجنه لا شفناها ولا ندري خلاص ابدا، يعني ما سمعنا كل شيء ابدا. وكان التوجيهات مال السيد المدير العام واضحه، واضحه انه اللجنه تطلع تفطر مدرسه مدرسه. مظاهرة حاشدة تستنكر الإجراءات التعسفية التي اتبعتها وزارة التربية بحق المتقدمين على التعيينات، والتي شابتها عدة تحفظات من قبل الحكومة والخريجين على حد سواء. لقناة صلاح الدين الفضائية، فاضل أنصاري، قضاء دجيل.